حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، روحي من في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء، ومسلوب العمامة وال الرداء، أيها المذبوح من القفا، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إمام 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 أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله، والصن والصهر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها. خصائص الحسين سلام الله عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمرو له تربة فيها الشفاء. انتبهوا للمعنى إخواني، جزاكم الله خير، هيئ قلبك للبيت الأخير. له تربة فيها الشفاء، قبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق، لا ثمان ولا عشر، جاء
جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر أيذبح ظمانا حسين في كربلاء وإله أبا عبد الله وفي كل عضو من أنامله ما شاء الله إلك إلك أنت نعم بحر بصوت واحد للزهراء ما دام صار ذكر للحسين والزهراء حاضرة معنا إن شاء الله يذبح ظمأنا حسين بكر ما شاء الله لا تخجل مع الزهراء وويلا على المذبوح وويل يذبح ظمأنا حسين كل عضو من أنامله بحر صاير بهل أولى لفون لفون وبين الأجانب ضيعون ويدرون بينا ما تخون توجهت زينب إلى المدينة المنورة أنا تعالوا 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 لابنكم غسلوه غسلوه والجفن وياكم دجيبوه أنا وحسين فوق الروس شيلوه والله بهداي بس لا تلجموه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثتي جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوا على محمد وآل محمد الآيات الكريمة هي أدعية جرت على لسان النبي إبراهيم عليه السلام ولا بد من يمكن تطول المحاضرة الليلة سويها نقسم المحاضرة إلى قسمين إلى هذه الليلة والليلة الآتية وإذا استطعنا أن نلملم المحاضرة كلها فنور على نور على العموم نبدأ إحنا بالمحاضرة إن شاء الله ونشوف العاقبة على خير النبي إبراهيم من أكثر الأنبياء ورودا اسما في القرآن الكريم من أكثر الأنبياء مو أكثر واحد لا من أكثر الأنبياء الذي ذكر اسمه في القرآن يا هو النبي إبراهيم عليه السلام لأن أكثر نبي أكثر من إبراهيم أكثر نبي مذكور اسمه في القرآن من مولانا النبي موسى عليه السلام النبي موسى هو أكثر نبي مذكور اسما اسمه بالذات موسى مذكور بالقرآن من بعد موسى
هو النبي إبراهيم، ذكر في القرآن اسمه الشريف 69 مرة، مذكور بالقرآن 69 مرة في 25 سورة في القرآن الكريم. هذا النبي العظيم من أنبياء العزم، وهذا النبي الكريم الله رزقه بعدة مقامات. اسمعني إخواني، جدا المقدمة مهمة، والحوارات اللي راح نذكرها لإبراهيم جدا مهمة، خاطر ناخذ النتيجة من الدعاء. مولانا العزيز الله جعله عبدا ثم اتخذه نبيا ثم اتخذه رسولا ثم اتخذه خليلا ثم اتخذه إماما. عفية، بعد آخر مقام يا مقام، مقام الإمامة. أول ما عبد كان عبدا لله، زين، ثم صار النبي، مقام النبوة أعلى من مقام العبودية. ثم اتخذه الله رسولا، والرسول أعظم منين؟ من النبي. تعرفون بعد الفرق بين الرسول والنبي، أنا مرات وكرات شرحتها على هذا المنبر الشريف. الرسول أعظم مقام من النبي، إذا رسول النبي عاشوا في زمان واحد فأكيد النبي تابع من؟ للرسول. أعلى من الرسالة، الله اتخذه خليلا، سوا خليل، ولهذا شكر واتخذ الله إبراهيم خليلا. عفية، لما صارت عند الأربعة الله اختبره بثلاثين اختبار، ثلاثين امتحان مر عليه إبراهيم، ثلاثين امتحان، زين، في أربع سور في القرآن مذكورة. آخر امتحان اللي هو ذبح إسماعيل وغيره وغيره، إن هذا لهو البلاء المبين. لما نجح بهذه الامتحانات والاختبارات كلها، الله قال له إني جاعلك للناس إماما. إذن آخر مقام لإبراهيم الله جعله شنو مولانا؟ إمام. هذا النبي الكريم كان يعيش في أرض العراق بين دجلة والفرات، يعيش في منطقة تسمى بابل. سامعين بها بابل؟ اسمعون يا إخوان، انتبهي وأريدك تواكبني بالكلام. يعيش في منطقة اسمها بابل، اترعرع بيها أصلاً، هناك أهله وجماعته كلها في بابل. ثم انتقل، صارت عنده هجرة من بعد ما حرقوه شمروه بالنار مولانا وما احترق، وبعدين أخرجوه. وين راح؟ راح إلى أرض فلسطين، راح إلى أرض فلسطين. يعني كم وطن عنده؟ اثنين، الوطن الأصلي بابل، ثم هاجر وين؟ إلى فلسطين. هسه في بابل كان شباب، في فلسطين شيب، أولاده إسماعيل وإسحاق. كم ولد عنده هو؟ اثنين، ترى هاي نحتاجه بالحكي بعدين. عنده اثنين أولاد، هو عقيم الرجال ما يخلف لا هو ولا مرته، واضح مولانا؟ لكن في أواخر عمره، هسه بعض الروايات يقولون عمره بين 90 إلى 110، واحد يقول 95 سنة عمره، واحد يقول 102 سنة عمره، واحد يقول 106 سنوات عمره، بين 90 إلى 110 كان عمره الشريف كبير بالسن. الله انطاه ولد، هذا الولد ياهو كبير إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن يا أمه ياهي هاجر. من بعد هاجر، هاجر زوجته الصغيرة طبعا، هاجر زوجته الصغيرة، من الصغيرة خلف الكبير، ومن الكبيرة شنو اسمها؟ سارة. خلف من خلف؟ إسحاق. واضح مولانا؟ إسحاق وإسماعيل اثنين أولاد. إسماعيل ماكو نبي، ماكو نبي، هاي الأنبياء كلهم ماكو نبي من نسل إسماعيل إلا نبي واحد. من نسل إسماعيل الله ما خلى نبي إلا نبي واحد، وهو سيد الكونين ومولى الثقلين محمد المصطفى. لكن سلسلة الأنبياء مولانا، سلسلة الأنبياء منين جت؟ من أي نبي؟ من إسحاق. إسحاق أنجب ياهو النبي من بعده؟ يعقوب. يعقوب أنجب يوسف، وهالمجرة هذه بعد هالمجرة، بعدين صارت أنبياء بني إسرائيل من يهودا ولاوي، زين، أو بعض أولاد يعقوب، لأن عنده 11 ولد تفرعوا من عدة أولاد إله. واضح مولانا؟ زين، هذا بالنسبة إلى إسحاق وإسماعيل. أين ولد؟ ولد في فلسطين، في بابل كان شباب، وعنده مرة واحدة بس سارة، هاجر مو وياه كانت، بعدين تزوج بهاجر. زين، هذا النبي الكريم في بابل صار عنده مجموعة حوارات مع مجموعة من الناس. انتبه، حلو البحث، كلش حلو، كل آيات
كل هذا كاتب آيات كلش هواي زين، كل آيات وروايات. صار عنده مجموعة حوارات، صار عنده مجموع الحوارات في باب الأربعة. الحوار الأول مع رجل القرآن يسميه أبوه، أبوه ياهو آزر، هذا الحوار الأول. هسه هذا أبوه له مو أبوه، هسه نشرحه زين، هذا دقق وياي مو طبيعي تنكد تقول الشيخ قال هذا أبوه، لا عمي زين، انتبه لي خاطر بعدين نحكيها زين. الأول الحوار مع أبيه، القرآن يسميه أبوه آزر. الحوار الثاني اللي كانوا في بابل ناس يعبدون الأجرام السماوية، يعبدون القمر ويعبدون الشمس ويعبدون كوكب اسمه الزهرة، سامعين بعد زين. كم حوار صار؟ اثنين، حوار مع آزر وحدة، أو حوار مع عبدة الأجرام السماوية في القرآن هذه، وحوار مع عبدة الأصنام، جماعة هذولي اللي كسر الأصنام هنا صارت هاي ثلاثة. الحوار الرابع مع ملك بابل، ملك بابل ياهو كان نمرود، هذولي أربع حوارات زين. الحوار الأول صار مع آزر. آزر منو هذا آزر؟ آزر القرآن يعبر عنه بأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. هذا آزر مولانا حسب القرآن أن هذا الرجل كان يشتغل، شنو شغله؟ ينحت الأصنام والأوثان، يسوي أصنام وأوثان وعنده دكان يبيع، الرب مالهم يبيعونه، واضح مولانا؟ يبسط بهن ويبيع خشب، يعني من خشب يسوي ومن حجر يسوي، هذا واضح؟ وهو عابد للأصنام. زين، احنا بمعتقد الشيعة أن آباء رسول الله من عبد الله إلى آدم كلهم شنو مولانا؟ موحدين، ما بهم ولا مشرك، كل آباء النبي، كل آباء النبي سلسلة من أول نبي، من أول أبو إلى آخر أب اللي هو آدم، كلهم موحدين. وهذا الرجل شنو؟ آزر مشرك. فإذا باعتقادنا نحن الشيعة خلاف غيرنا، غيرنا لا يعتقد بهذا المعتقد، هذا بس احنا باعتقادنا أن هذا مو أبو، هذا شنو هذا مولانا؟ القرآن يعبر بالأب والوالد، احنا عندنا أبو وعندنا والد. الوالد ياهو الوالد اللي خلف، الذي أولدني اللي خلفني، هذا أبوي بعد والد، يسمونه والد لأنه أولده زين. وعندنا مرة أب، الأبو لا، الأبو اسم عام، الأبو يطلق على الوالد، والأب يطلق على العم، والأب يطلق على الجد، هسأعطيك الآيات، والعم والأب يطلق حتى على الأخوال، حتى الخوال هم شو يسميه أبو، واضح مولانا؟ لكن الوالد شنو؟ واحد، الوالد الذي أولدك. دور القرآن كله، دور القرآن كله، إذا لقيت إبراهيم يخاطب آزر بالوالد ما عندنا، كله يخاطب بمن؟ بالأب. وإذ قال إبراهيم لوالده، مو لأبيه، عفية ماكو، لأبيه آزر. كم مرة إجا يذكر كلمة الأب ما يذكر كلمة الوالد؟ في شبابه، اسمعني كلش بحث حلو مولانا، في شباب إبراهيم لما كان ببابل، كله يخاطب آزر بالأب، إلى أن انتقل إلى فلسطين، لما صار في فلسطين قال اغفر لي ولوالدي، هذا والدي بعد ما قال أبي، لو قال أبي يمكن واحد يخطر بباله يقول هو آزر، هناش قال والدي، بس من قال والدي يمتى؟ قالها بالشباب لو بالشيب لما صار في فلسطين وصار عنده أولاد، هناك قال والدي، ليش؟ زين، هسه شلون العم أبو ومثلا الجد أبو؟ أعطيك آية في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمعني، بالنسبة لأبناء يعقوب، يعقوب أبو ياهو، جاوبني، إسحاق، جد ياهو إبراهيم، عم ياهو إسماعيل، إسماعيل عمه، وإبراهيم جده، مو أبو، جده، الأب اللي إله بس إسحاق. هسه يعقوب يسأل أولاده، ما تعبدون من بعدي؟ أولاده جمعهم، شو تعبدون من بعدي؟ قالوا له في سورة البقرة آية 133، قالوا نعبد إلهك، أخوات وإله، عفية، وإله آبائك، عبر عنهم بهم بالأبو، هنا آباء يكون يذكر بس إسحاق، بس إيش قال؟ آبائك إبراهيم، إذن الجد يقال له أب، وإسماعيل
إذن العم يقال له أب بعد، وإسحاق، إسحاق هذا الوالد بعد اللي خلفه، إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن دلالة على أن الجد بالقرآن شنو؟ أبو. بعد مولانا العم بالقرآن هم أبو والوالد هم أبو. اسمع نجي هذا الزلمة شي يصير لهذا؟ آزر على رأيين، رأي يقولون هذا عمه، أستطيع أن أطل الآيات البقية، رأي يقولون عمه، أو رأي يقولون لا يصير جد أبو أمه، مو جد أبو أبو، جد أبو أمه. فهالرأيين بس أصح الآراء أنه شنو كان؟ كان عم لإبراهيم عليه السلام. زين نتطرق بعدين إلى البحث بشكل كامل. الحوار بينه وبين أبوه لأن كان مشرك. أقرأ لك الآيات اللي صارت بين إبراهيم وبين آزر، يمكن ما نلحق نخلص المحاضرة الليلة، نخليها قسمتين. زين حبايب تحضرون إن شاء الله وتتابعون المحاضرة بشكل كامل. اسمع الآية الأولى، اسمع حبيبي، أنتم هواي شاطرين، أنا أعتمد على ذكائكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ثبتنا هذا مو أبو. زين أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا وبخ، هنا كان شباب، كلش كان شباب. هاي آية. الآية الثانية هنا ماكو جواب، آزر ما رد عليه. الآية الثانية هم ما رد عليه. الآية إذ قال لأبيه، ياهو قال إبراهيم، يا أبتي، هذا شي يصير ليصير عمه، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. الإله كن يسمع ويبصر ولا يغني عنك شيئا، ما يرد عنك أي ضرر. يا أبتي إني، اسمع اسمع هاي مهمة شباب، أكو جماعة طلعوا هسه للأسف ما أدري هنا إن شاء الله ما موجودة. زين أكو جماعة طلعوا حزب ومن الشيعة، ومن الشيعة هي 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 على قولة أمي هاي الطرقاعة، هي المشكلة هنا صدق. يعني أنا ما قاعد أجامل، احنا مولانا تطلع لك مشاكل منك وبيك، صدقوني اخواني والله. هسه لو من غيرنا واحد يهودي يحكي مسيحي مو شيعي ما عليه الهضيمه، يعني ما عليه العتب على قولتنا، ها، لكن يطلع لك واحد مثلا ما ادري والله الافكار منين تجي، ما ادري والله. زين هسه طلعوا جماعه سامعين بهم، هذول الجماعه يحرمون التقليد، ان التقليد حرام وما يجوز التقليد، والله مطيني عقل وانا اتعبد بالعقل، سامعينهم بعد، وقاعد يتفشون مولانا بشدة وبكثرة، وقاعد يضربون المراجع ويضربون التقليد، وقاعد حتى يتعدوا على المراجع بالكلام النابي، كلام مو زين، يتعدون عليهم. هذا ما رأيناهم بأم أعيننا في بعض البلاد، واضح حبيبي؟ زين احنا عندنا آيات تؤكد، احنا عندنا التقليد نوعين، عندنا تقليد حق وعندنا تقليد باطل، عندنا تقليد صحيح وعندنا تقليد غير صحيح. التقليد الصحيح وين؟ فاسألوا أهل الذكر. شاهية شنو مولانا؟ فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم محمد وآل محمد. إمام بعد إمام، من علي بن أبي طالب إلى الحسن إلى الحسين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وصل الإمام المهدي، وين أشوف الإمام وسئله أنا؟ الله يقول فاسألوا. زين وين أشوف الإمام وسئله؟ إذا ما أشوف الإمام وسئله، الإمام عنده نائب خاص، النواب الخواص قد 4، أسألهم هذول يأخذون علومهم من الإمام المهدي، الأربعة وينهم؟ ماتوا. زين أضرتاي هانا، أضرتاي يعني بالحكم الشرعي، أضرتاي وين أروح؟ وين يعني وين أولي؟ زين يعني أرجع، أولا لازم أكو نائب آخر للإمام يرتبط مع الإمام، النائب الآخر الذي يأخذ العلوم من الأئمة الأطهار ياهو المرجع، المرجع عالم لأنه أعلم مني أنا تبعه، وهذه الآية تؤكد على ذلك. شوف التقليد الصحيح، التقليد الباطل هسه يجينا، التقليد الصحيح شو مولانا؟ قال لي يا أبتي، يا هو الأكبر، آزر أكبر لو إبراهيم أكبر بالسن، آزر أكبر بالسن، أكبر آزر، عمه أكبر منه، هذا أصغر منه بعد الشباب، شو شي قل له؟ قل لي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنا عندي علم، اسمع اسمع، أنا عندي علم أنت ما عندك. زين اللي عنده علم أكثر مني يكون شو أسوي؟ القرآن شو يقول؟ يقول فاتبعني. عجيب، آزر ليش يتبع إبراهيم؟ لأنه أعلم حسب الآية هذه، حسب الآية. زين إيش قال له؟
إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. إذا أنا أعلم أنت تتبعني، العلم يستوجب الاتباع لي، زين؟ إذا تبعتني لأجل علمي أهدك صراطا سويا. تبعت ولا؟ هي سلسلة ترى، انتبهوا شباب أنا أعتمد عليك، هي سلسلة مولانا. ليش أنا أتبع إبراهيم؟ لأنه أعلم. إذا صار أعلم وتبعته علمه يهديني إلى صراط سوي. لكن إذا لا ما عنده علم وأنا أروح بالمتاهة، تكذا فلان وكذا فلان وتاهت راحت الموازين. فأنا أتبع الأعلم، أتبع العالم، والفقيه أعلم، أعلم من باب دارس الرجل في الدين. هسه أنا لو أتمرض، هسه أنا مولانا إذا نتمرض، واحد ضرسه مأذي، واحد عيونه مأذية مثلا، واحد قلبه مأذي، يعالج نفسه بيده لو يراجع المتخصص، يراجع المتخصص، المتخصص ياهو المهندس مو لولا مهندس لولا هذا المهندس مو شغله، اللي يبني عمارات هذا مو شغله، هذا انطيه الطابوق والاسمنت وكذا يعرف شغله، هذا شلون يسوي شلون يرتب هذا شغله، واضح مولانا؟ زين انا راجع المتخصص وهو الطبيب. اذا اريد عندي بناء كبير اراجع من؟ اراجع الطبيب؟ يقول لك انا ما اعرف، انا مو شغلي هذا، ارجع للمتخصص ياهو المهندس، واضح مولانا؟ هذا معماري يعرف كل من تخصصه. الفقيه والمرجع شنو تخصصه؟ الدين والشريعة، هذا شغله، هذا شغله مولانا. إذا أنا مثلا شكيت بالصلاة بين الأربعة والخمسة، بين أربع ركعات وخمس ركعات في الصلاة الرباعية، زين شو أسوي أنا؟ أقول والله أنا ما أحتاج إلى تغليل، مو ضرتايه ما شلون ما تكسر صلاتك مشكلة، ما تكسرها مشكلة، واضح؟ الشك بين الثلاث والأربعة شو تسوي؟ إذا ما تقلد أظل أول تالي ترجع للحكم الشرعي، أول تالي ترجع خاطر أصلح ديني. كأنا جسدا أرجع للمتخصص، بالبناء أرجع للمتخصص، بالدين ما أرجع، ما يصير، وهو أساس كل شيء، الدين أساس كل شيء. وما أتبع كل من هب ودب، كل من شار راسه وقال أنا وركضنا وراحنا، لا. زين إذن كم آية صار؟ اثنين بالنسبة لحوار إبراهيم المن مع أبيه آزر، ماكو جواب، هذا زلمتنا ما جاوب، زلمتهم طبعا آزر مارد، واضح مولاي؟ الأول تكلم معه مارد، الآية الثانية سورة مريم 42 و43 هم مارد آزر. الآية الثالثة هذا الزلمة شنو كان يعبد؟ يعبد الأصنام، ها؟ إيش قال له الآية الثالثة؟ انتبهوا هاي الثالثة مهمة. قال له يا أبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الثالثة يا أبتي، هاي طبعا في سور مختلفة مو في سورة واحدة، يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو شي يعبد؟ يعبد أصنام، بس عبادة الأصنام هي شنو؟ عبادة للشيطان، واضح مولانا؟ إذن اتباع الحرام اتباع لمن؟ للشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، عاصي لله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه شنو؟ عدوا. كم آية صار؟ ثلاث. آزر رد مارد، هنا بالثالثة رد. شنو الرد؟ شوف ايش قد عقلاء، ايش قد تكلم، شوف الحوار ايش قد جميل لإبراهيم، شوف رد آزر لإبراهيم، اسمع. قال، رد علي آزر، قال ياهو الضمير يرجع لآزر، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت مو راغب بها، أنت بعد عنها، لئن لم تنتهي. شوف هذا الحوار الباطل، إذا ما تبتعد عنها، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أضربك بالحجارة، واهجرني مليا، اهجرني يعني إلى الأبد، إلى مدة طويلة يعني، روح، يعني طرده، واضح حبيبي شلون؟ طرده، قال له لو أقتلك أضربك بالحجارة، لو شنو؟ تهجرني، تروح، لا تجي بعد، اطلع، زين؟ شنو الجواب؟ إبراهيم شنو رد عليه؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. شوف الجواب، شوف سعة الصدر، زين؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أنا وعده بعد، هذا وعد، سأستغفر يعني أو وعد له، ما وعد، وعده راح يستغفر له. وبالفعل إبراهيم تأدية لوعده استغفر لآزر. ليش استغفر لآزر؟ استغفر لآزر لأنه كان يظن على أن آزر سيتوب، كان يظن يمكن آزر شنو مولانا؟ يتوب. استغفر له
الله سبحانه وتعالى هم لم يغفر لآزر لأنه لم يتب. الغفران يمتى يصير؟ الغفران إذا أنت هيئت المقدمة، مقدمة الغفران، إذا أنا قاعد أعصي الله وأقول استغفر الله، قاعد أزني والعياذ بالله وأقول استغفر الله، قاعد أبوك وأقول استغفر الله، ما يصير. منك الحركة ومن البركة، والمغفرة هي بركة. أنت أقدم على من؟ على التوبة، أقدم على الندامة، والله أرحم الراحمين، غفور الرحيم. واضح حبيبي؟ لكن آزر ما عندها الأرضية لكي شنو مولانا؟ الله يغفر له. اسمع الآية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. زين، وين وعده؟ وعده قال له سأستغفره. زين، وعده. فلما تبين المهم، فلما تبين له أنه عدو لله، لما عرف هذا توبة، هنا راح نثبت، هنا بهاي الآية نثبت هذا مو أبوه، بهاي الآية راح نثبت هذا مو أبوه، يعني مو والده، عمه يصير. مو بهاي الآية، لما استغفر له شاف هذا شنو؟ عدو علما لله، ما يتوب. اسمع الآية، فلما تبين له أنه عدو لله شنو؟ تبرأ منه، تبرأ منه. هنا شنو تبرأ؟ بعد من بعد هذا، لما تبرأ منه دعا له إبراهيم. من بعدين بعد، بعد ما دعا كبر إبراهيم، راح إلى فلسطين، صار عنده إسماعيل وإسحاق، بعد شبير، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني كان شايب رجال كبير، وصار عنده شنو؟ إسحاق وإسماعيل صار عنده. لما صار عنده قال ربنا إني أسكنت، ربي إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخر. بعدين من بعد هاي الآيات، لما صار عنده أولاد في كبر وهو في فلسطين، إيش قال؟ قال ربنا اغفر لي بعد ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم قال والدي، دلالة على أن هذا الوالدين مو آزر، لأن آزر تبرى منه لما تبرى، تبرى. الآية تقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هاي في شبابه، لما صار شايب شنو مولانا كبر، قال اغفر لي ولوالدي. إذن هذا مو أبو، مو والده، مو اللي خلفه، هذا عمه أو جد أبو أمه. واضح حبيبي؟ هذا الحوار الأول لمن؟ لإبراهيم. الحوار الأول لإبراهيم مع من؟ مع آزر. الحوار الثاني لإبراهيم، طبعا يصير أصعب بعد، الحوار الثاني لإبراهيم وين صار؟ عافية، مع عبدة الأجرام السماوية. السلطان خليها باكر، زين، والبقية باكر، الأصنام وكذا، وكسرهن شلون، وشلون رادوا يقتلونه، وشنو ربط الآيات بآل البيت. أنا هاي ترى كل دقي وضيمة ولطمي كلها أريد أربطها بعلي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب، ولا ما عندي أي مصلحة بها. زين، صلوا على محمد وآل محمد. الحوار الثاني لإبراهيم مع عبدة الأجرام، طبع عليهم يعبدون ثلاث. الصنف الأول يعبد الزهرة كوكب، والثاني يعبد القمر، والثالث يعبد الشمس. كل من هم إلى دليله، هذا إلى دليل يعبد الكوكب، هذا إلى دليل يعبد مثلا القمر، وهذا الشمس. إجا هذا من آداب الحوار، إجاهم العصر قبل الغروب، قبل لا يشن الليل، قبل الغروب إجا، ترى هاي الحوار كله صار بليلة واحدة، بليلة واحدة إجاهم دخل عليهم، صار الليل. لما صار الليل رأى كوكبا، شنو شاف؟ شاف الزهرة، لأن الزهرة وين تطلع مولانا؟ الزهرة من بعد الغروب تطلع على جانب المغرب، تطلع ساعة أو ساعتين، الجماعة بس تطلع ساعة ساعتين طاحوا عليها، زين، يعبدوا. هنو بتروح الزهرة من بعد ساعة ساعتين بعد المغرب تروح، لما تروح الزهرة بلا فاصلة شنو يطلع؟ يطلع القمر. إذا طلع القمر مولانا يعبدون القمر، عبدة القمر. إذا راح القمر عند الصباح شنو يطلع؟ الشمس، عبدة الشمس يعبدون الشمس. هو رادي ماشيهم من باب الحوار والإثبات، الجماعة واقفين عنه على الزهرة، يمتى تطلع خاطر يطيحون، أمولانا يعبدون عاكفين لها. زين، شاف الزهرة طلعت، إيش قال؟ فلما جن عليه الليل، بعد عادة الزهرة وين تطلع؟ بعد الغروب. زين، جن عليه الليل رأى كوكبا، هذا الكوكب شنو كان؟ زهرة. قال هذا ربي،
هو صدق قال هذا ربي؟ لولا من باب المماشات، من باب إثبات اللي ثبت لهم. قال هذا ربي، فلما أفل راح بمحل، راح لين ساعة ساعتين ويروح. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ليش؟ لأن ربكم كل وقت شو يصير؟ يصير وياي موجود. إذا يروح أنا وين أروح؟ زين ربي اللي فارقني شو اللي بي أنا؟ ما أحتاجه. زين لأن كل إنسان يحب الرب الذي يكون معه في السراء والضراء، في الليل والنهار، وفي كل نفس وفي كل لحظة. والعمران هذا الرب، وإلا هذا ساعة ساعتين باليوم يطلع لعده ويروح. هذا فلما أفل، اسمع، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. انتظر الجماعة، راحوا راح للجماعة اللي يعبدون القمر، ينتظرون الزهرة الكوكب يروح يطلع. طلع القمر، طلع القمر، طاحوا الجماعة. زين عاكفين علما للقمر. إيش قال؟ فلما رأى القمر بازغا. هذا شنو الدليل انهم يعبدون القمر؟ قالوا القمر نوره اكثر من نور الزهره ذاك الكوكب، فاحنا نعبده احسن من الزهره. فلما راى القمر بازقا قال هذا ربي، هذا بعد ربي نوره اكثر، قال هذا ربي. فلما افل هو ما يظل، قال لئن لم يهدني ربي هم راح لاكونن من القوم الضالين. اضيع ربي مو وياي، اظل تاي. ها هاي اثنين، انتظر إلى أن شنو مولانا؟ طلعت الشمس، بزغت الشمس. زين إيش قال؟ اسمع، فلما رأى الشمس بازغة نورها قوي قال هذا ربي، هذا أكبر. يعني أكبر منين؟ من الكوكب ومن القمر. ليش قال أكبر؟ لأن هذا رأي ذكوري. هم قالوا إحنا نعبد الشمس لأنه أكبر من الزهرة والقمر. هو هم مماشاةً جاب كلامهم. نعم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت صار الغروب وراحت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذول مو آلهة، مو رب، الرب كن يصير دائما وياي. زين من هو ربك يا إبراهيم؟ شوف الإثبات، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ذاك إلهي، رب الأولين ولا هو الأول، هو التالي، هو الكل في الكل، القادر على كل شيء، فطر السماوات والأرض. نعم، الذي لا يعزب عن علمه شيء، أي شيء ما يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. هذا الحوار الأول مع عبدة الأجرام السماوية، طبعا جواب ما عندهم، بعضهم من اعتقد بالله سبحانه وتعالى وبعضهم من بقى على أجرامه وعبادته. زين هذولي اثنين. الثالث اللي هم عبدت الأصنام، عبدت الأصنام، خليه بالأخير، نخليها باكر، بس نروح لحواره مع نمرود لأنه جدا مختصر. نمرود طاغية، متجبر، متكبر، هذا اللي راد يشوف الله. لما سأل إبراهيم أين ربك؟ قال ربي في كل مكان. زين ربي في الأرض والسماء، فجاب لطيور مولانا وطيرهن خاطر يروح يوصل لله، يحارب الله ويجي. في بعض الأوقات سواله صرح كبير حتى فرعون خاطر يشوف الله أو يقاتل الله. وهذا نمرود نفسه، هو نفسه لما حاور هذا من بعد الحوار صار حاور إبراهيم، قال له اسمع، خلي أقرأ لك الآيات أفضل من باب نضبط البراقي عدل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا كان ملك، ياهو كان نمرود. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. مو بس ربك، إيش سوى هذا؟ جاب لنفرين ومن السجن، واحد أطلق سراحه وواحد قتله، قال له شوف هذا أنا أحييته ما قتلته، وهذا حي أنا شنو قتلته. هسا هذا شلون أرعن؟ ما أدري. هذا النمرود هسا إبراهيم عليه السلام لما يريد يثبت أبوي أنت موتتهم، قعدهم هذا الميت قاعده، لما يريد يقنع ويحكي وياه راح ما يقنع. ولهذا ابراهيم عليه السلام من باب التعقل واداب الحوار واختصار الحوار بعد ما قال له شلون تحييهم وشلون كذا، لا بدل السؤال الثاني بسرعه لان يدري هذا استيعاب ما عنده. ها ولهذا الامام علي عليه السلام شي يقول؟ يقول الناس على اربع، اخواني الناس على اربع. دائما خلي هاي ببالك، اترجاك هاي الروايه خليها ببالك دائما لا تصير مشاكل.
الناس على أربع: يدري ويدري بأنه يدري، عالم ويدري بنفسه شنو عالم، فهذا عالم فاتبعوه. واحد ما عندنا مشاكل وياه. الثاني يدري ولا يدري بأنه يدري، هذا ما يدري، عالم بس ما يدري أنه عالم، فهذا ناس فذكروه. هذا ناسي، هو عالم بس المسائل شنو ورانا ناسيها، الذكرة يرجع عالم، هذا ما عندنا مشاكل وياه. الثالث لا يدري ويدري بأنه لا يدري، يدري بنفسه ما يفتهم شيء، لا حلو لا يربط، ما يتفلسف من يقعد وكذا، يدري ما يفتهم شيء، من السئلة أهم شيء يقول لك أنا ما أدري، شنو الدليل؟ قال لا أدري نصف العلم. زين، هذا بعد ما يدري، صدق ما يدري، هذا مشاكل ما عدنا وياه. المصيبة وين؟ كل مشاكلنا وكل ضيمنا صدقون من الرابع هذا. يا الرابع لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري. الإمام علي يقول ما يفتهم وما يدري أنه ما يفتهم، يحسب شنو؟ يفتهم. ولهذا مثل البزون، شلون ما تقول له يطيع على رجلي، تقول له هيك يقول لك لا مولانا، تقول له هيك يقول لك لا مولانا، ما يدري وما يدري أنه ما يدري. سيدي يا أمير المؤمنين شنو الحل ويا هذولي؟ قال فهذا أحمق فاتركوه. شوفوا تبعت الإمام شو يقول؟ لا شوف ترى هو وكشخته وزعابيله وقعدته وكذا، ولا لا، الإمام علي يعطيك جواب المختصر، لا تحاور أصلا. زين، فهذا أحمق فاتركوا. ولهذا إذا خاطبهم الجاهلون شنو قالوا؟ ليش سلامة؟ يعني ما حاور. مثل هسه نمرود، نمرود قال له أنا أحيي وأميت، كتل هذا وأطلق سراح هذا. بعد إبراهيم ما أخذه ونطوياه على هذا الموضوع، بدل الموضوع كامل. إيش قال له اللي ما يقدر؟ قال له فإن الله، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا أنت زلمة زين فأتي بها من المغرب، جيبها من المغرب. يقدر لما يقدر؟ زين، يقول فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ظل ما أجاب، لكن بقى على ظلمه وعلى عناده. واضح حبيبي؟ زين، هسا هذا ماذا جرى بعدين؟ بعدين نقص لكم القصة بشكل كامل إن شاء الله، ونربطها بآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه الأنوار الطاهرة الزكية النيرة المباركة، لما رأى نور علي، نور علي والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم، إيش قال؟ قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هاي باكر أشرح لك، ترى هاي بس شاهد. زين، أنه بكمل أراد المزيد، واجعل لي لسان صدق ينشاف الأنوار في الآخرين. واضح مولانا؟ واجعلني من ورثة جنة ينشاف الأنوار. هاي باكر راح نذكرها إن شاء الله. زين، هاي الأنوار أنوار من؟ أنوار محمد وآل محمد. الإنسان العاقل والأنبياء والأوصياء يعرف من هم آل البيت سلام الله عليهم، لكن الذي يجهل حقهم ماذا يصنع بهم؟ لا تبقوا لهم باقية، لا صغير ولا كبير. هذا رضيع طفل عطشان، خذوه إليكم مسقوه شربة من الماء، ما رحموا حتى الرضيع، حتى الصغير ما رحموه. احتوشوا الحسين من كل جانب ومكان، قتلوه بأفجع قتله، بأفجع قتله، ويصيح أنا عطشان وحق جدي يا رسول الله عطشان، ما انطوا قطرة من الماء، قطرة من الماء. شوف العداء، يقعد الشمر عليه اللعنة يريد أن يذبح الحسين عليه السلام، يقول له أنا أذبحك وأعلم أن أمك فاطمة وأعلم أن أباك علي. الله قال له أتعرفني وتذبحني طمعا بمن؟ بالجائزة. املأ ركابي فضة أو ذهبا، أثخن بالجراح الحسين. بالعافية عليك على هذا قلبك الطاهر، بمجرد أن يصير ذكر للحسين يتهيأ، تتهيأ العين بالبكاء. الله. زين، أثخن الحسين بالجراح، يرجع إلى الخيمة لأن وصل للماء، يراد يشرب ماء، وإذا لعين من اللعناء قال له يا حسين أتستلذ بالماء وقد هتكت حرمك؟
زينب سبوه وانت تشرب الماء، شوفوا الغيرة، شوفوا الغيرة الحسينية يا شيعي. ها يقول نهض الحسين، قام ولم يشرب الماء، ألقى الماء على الماء ورجع إلى الخيمة يحامي عن العيال، يحامي عن زينب سلام الله عليها. وصل شاف الخيمة صاحية سالمة ليس فيها شيء، ما دخل على النساء لأن جراحاته تشخب دم بأبي وأمي. صار من وراء الخيمة في مكان يقرب من الحوراء زينب سلام الله عليها، صاح بصوت خفيف: أخي زينب، أخي زينب، أنا أخوك الحسين. زينب سمع صوت الحسين، خرجت الحوراء زينب، صارت من وراء الخيمة خلف الخيمة، رأت الحسين على رمضاء كربلاء. الله، كيف سمعت يا زينب، كيف رأيته يا زينب؟ قال سمعتي وين وتقربت لي. اي والله بالعافية، ها بالعافية عليك انت، انت انت ادعو الزهراء بهذه الدموع. ها انا سمعتي وين وتقربت لي، ولقيت الاخو متوسد ايدي بعد يا زينب. ها ايدي يا ولقيت 1900 جرح بي، خويا يا جرح شدة ويا جرح داوي. قالها يا زينب كل جرح بعضاي عوفي، أقولها لولا مرصة السادة، عوفي لكن جرح اللي بقلب عينك علي. أين المنادي وحسينا؟ أيوة سيدا يا إلى أن تذهب زينب. ما يت بويا علي عجب الحسين، ما يت ما يت يوم لطاح حتى الأرض ما يت. بويا بويا عاد بالسلف لامات، ميت يفزع للسلايف ما حد فزع لي، والله يفزع للسلايف ما حد. ما شاء الله لك يا علي. الله يا زينب. لكن وين زينب لما نظرت رأس الحسين على رمح طويل واللعين يضربها على متنها ويشتمها ويشتم أباها أمير المؤمنين؟ صاح صعب على الأخت قدام أخوه، صعب على الأخت. عندكم خوات الله يسترهن إن شاء الله ويحفظنها. أنا صعب على الأخت قدام أخوها، يضربها العدو يشتم أبوها. هذا البيت يبتشيكها أبوها، سبوها أختك يا أبو فاضل، سبوها سبوها أختك يا أبو فاضل، سبوها يا أخويا أختك بالمجالس وقفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله.
عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. طاب ريحك للملائكة عرشهم، خير البرية مرقدا ومزارا، لم ترضه الأرض البسيطة منزلا حتى بنا فوق.